السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي للجميع، ونتمنى دائما السلام للجميع. طبعا اليوم يا اخوان بعد ان تضاعف حجم التمساح ضعفين ضخم صار، بدنا نطلع التمساح وناخذه لفة في السيارة. طبعا المرة هاي مش زي زمان، قبل كم سنة يمكن قبل 4 سنين او اكثر كان التمساح حجم النص، الان حجمه صار ضخم ضخم، اطلوعه ليس سهل. بقعد التمساح يلف ويعمل حركات بتطلب يعني 4 شباب. هاي الشباب موجود، هاي الشباب، هاي مية جاهزين؟ تعدي الشباب هذول كريم جاهز؟ جاهز. جاهزين؟ أنا جاهز. بتطلب 4 بس، إحنا يعني نشوف نسوي له أول إشي عقدة نمسكه من وين؟ من الزر. عايش خليه في شيء اقوى من التب. شو ايش اقوى من التب؟ التب اقوى شيء. ايش حبي اللي بعيش تب؟ ولازم نسكر تمه على الاخر. سكر. شو طبعا نعطي السيد تمساح حمام وننشفه. وين رايح؟ وين؟ وننشفه. خليه. وننشفه. ما حبل هذا الفار مش رجع، ريح عشان خليش يفوت، خليش يلف. ايوه معي الحبل. خليش يضرب حاله، اقعد فوق وتعبه. ايوه خليك يا جماعة، لازم بالعكس. لا روح اول تبارك هالسيارات. ما شاء الله التمساح يا اخوان ضخم، 6 اللي قدرنا نثبته. بدنا ناخذ لفه بطل زي اول، بس انا عشان صار تحدي بيني وبين واحد، اذا بقدر اخذه خليني باخذه، المشكله منكسر فيه هيك شوي. دير بالك حمزه، حط ثاني كريم، غير ثانية. أنا طبعاً بعرفش أغير. شباك؟ أغير. حطيت ثانية؟ هاي سقط. رابع زاك وشي؟ لا. مش زاكت. حط ثالث بترد تروح تطول. دير بالك يرجع حاله. بده يرجع حاله. دير بالك. طبعا ذنبه بيطلع برا التمساح، نص راسه برا وذنبه برا، شايفين؟ لسه مش دغري كمان طاعج. حط ثاني ولا اول؟ اول. حطيت اول؟ خليك على الاول، مش حط طيارات. خلينا على الاول. لا بدنا صار يجي لعندي، يرجع لفيرس. بطلت الف يا زلمه. نزول ستيرنج اول. يبقى يضرب حاله.
يلا شباب اسحب يا لو جيت من هنا احسن من هنا ايوه بس نزل ايده طلع العائده تحت السلاب نزل بفتكين هاو طب ليش كميت؟ خلنا نفتش اول شيء كم يعني؟ لا فوت جوا وين جوا؟ جوا الغرفة طب يلا طب كملوا جوا الغرفة طب كملنا جوا اذا ما فتش بس حطوه جوا انتوا انا بفتش فتش ببر الحالة والله جماعة يلا 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 كمل كمل ابراهيم بس جوا جوا بينك الله عند الباب ايوه كمان يلا يلا كمان 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 لا بزبطش كمان اسحب يلا يا زلمة ارفع كمان 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 يلا انا بفك وانا بفك بس دخلوا لي يلا جوا اذا معنا بفك هان بكتلنا ابراهيم خلاص خلي 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 دشر دشر بمش بمش دشر 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 خلي بزرق الحبل امسك هات ال شد شد خليش ينزل خليش ينزل خليش ينزل خليش يضرب حاله بالحيل إذا بضرب الخيل خليش ينصد حاله بالحيل اسحب لهان أيوة ممتاز استنى استنى روح أعطيه شفرة محمود زار استنى هات هات المقص أجيبه هات المقص هات المقص راح يجيبه راح يجيبه يلا على السريع فتح تمه قص الحبل قص الحبل واحد اثنين ثلاث قص الحبل من هان قص 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 تخافش خلاص ترف ترف لحاله هات العصاية يا باطل خايفين تفكوا الحبل